من والدك نعم المرحوم المطرب نعم. السوري جورج فهد. جورج فهد كيف كانت بيئتك؟ قديش تأثرت فيه؟ قديش وارث عنه الصوت الحلو؟ البيت هو بيت فنان. تمام. الوالد ما كان يعرف غير يغني. أي. يعني بده أي فرصة، أي حفلة، أي مناسبة لحتى يغني. أي. يحب يغني كثير. أي. صوته كنا نفيق عليه الصباح. يعني مثلا حدا أب عادي أو يعني مش فنان بفوت في أولاده بيقول لهم قوم يا ابني يلا قوم على المدرسة. فكان الوالد يدخل يقول موال قوم نفيق نحن. أي. يعني نفيق مسلطنين، عرفتي؟ أي. يعني وهذا ضل بالذاكرة. مع يعني إنه عسكري. إيه كان جندي هو. إيه. بالحرب 67 كان. إيه. كان وبهذا الوقت يلي عادة بيكون العسكري فيه صارم شوي ببيته، بس هو لا كان يفيقكم على مواويل ويغني. هو صارم الحقيقة. إيه. هو جدي. هو إيه. ما بحب الغلط. بيكره الدين كثير. إيه. يعني كان يقول لي اوعك تتدين، اوعى يكون حدا يعني تكون مديون لحدا. ايه هيدي بقيت بذاكرتك. بذاكرتي وبقيت وهي قاعده يعني وهي مشيت عليها. ايه يعني حاولت انه امشي عليها بفتره معينه اضطريت. كلياتنا اضطرينا بفتره معينه اضطريت اتدين. ايه هلا بنحكي لما كنت ساكن بشارع الباكستان بهي الفتره. يعني لا لا ايه هلا بدنا نجي بعدين على الشام. لساتنا بعدنا باللاذقيه. هي فترة الديون. هي صورة للراحل جورج فهد. نعم. الله يرحمه. طيب. وأنا شفتك وقت توفى قديش تأثرت وقديش كانت نقطة عندك. الأب سند. يعني صعب كتير. الأب سند. صعب. المدرسة اللي هو القيادة، هو الحكمة. يعني هو السند. وأنا عاصرته. يعني أنا عاصرته بمرحلة الانطلاق. انطلاقه كمشروع فنان. عنده صوت نجاح. هو كان صعب. يعني صعب أب عنده 5 أولاد أن يكون نجم في الساحة الغنائية بهذاك الوقت. كمان صعب بهذاك الوقت. طبعاً كان صعب. 100%. وموضوع الألحان 100%. وموضوع التسجيل.